طبعاً المنطقة هنا محتاجة يعني تدعيم، ومنطقة جديدة هي، والسائح هنا إن شاء الله هيقدر يجي ويخلص باسبوراته، السجل المدني موجود، غرف الحجز موجودة. عايز أقول يعني هذا الفرح هيعوضنا عن حتة السائح يروح لقاعة الدور عشان يشوف بيته وجواز السفر بتاعه، هيجي هنا ويخلص كل مشاكله هنا. فطبعا دي نقلة جديدة، ودي حاجة إن شاء الله هنفتحها بعيد الشرطة، و الاحتفالية بإذن الله هتبقى من ضمنها افتتاح مركز أو اسم شرطة نابل إن شاء الله.